سايبوه اللي هو شوكليت باودر، بيجي منه مربعات بيجي منه مضغوط، فوقه منه أربعة تشكيلة نكهات اللي هي جوز هند، توفي، نوتيلا، شعرية. ده الكيلو منها 200 ريال، تشكيلات زي كده. عندك زي الصحن اللي كده اللي هو روز شوكولا وأكواب فواكه مجففة. وعندنا هنا طوالي بيجي اللي هو حلقوم، الحلقوم بالقشطة، حلقوم بالريد فيلفيت، حلقوم بالفستق، 3 تشكيلات عندنا. وفي هنا برضو الصحن الرابع اللي هو حلقوم بسكوت اللي يجي مثلثات، الأحمر اللي عندنا اللي هو الروبي كوكيز نوتيلا، الصفرة اللي هي دي حلى الزعفران، كواب حلى زعفران، وفي المعمول اللي هو فستق. هذه كيكة اللافندر، بتجي طبقات، الطبقة الأرضية اللي هي كيكة، في الوسط اللي هي حلقوم مع كريمة، الحلقوم اللي هو ملون الحلقوم، والطبقة اللي فوق برضو كيك تجي عليها حلقوم معاها، على شكلها في ورد، ومعاها في الطبقة اللي فوق اللي انت أمامك مع الحلقوم كريمة سايحة يا الغالي. كيكة اللافندر اللي هي مشهورين بها، من ضمن الكيكات الجديدة اللي عندنا، لا يعني كيكة مميزة صراحة جدا جدا. طبعا كيكة الحلقوم اللي هي الطبقات الخارجية دي كلها حلقوم، الطبقة الداخلية اللي هي كيك مع ماء ورد اللي هو بيقولوا عليه ريد فيلفيت كامل ما يدور، اللي هي كلها حلقوم. عندنا الكيكة اللي تاني اللي هي حلقوم نوتيلا، اللي هي الطبقات الخارجية دي كلها حلقوم، داخلها نوتيلا مع شوكولاتة مع كريمة داخلها، اللي هي كيكات من ضمن الكيكات الجديدة، كيكة حلقوم نوتيلا. طبعا عندنا الكيكة اللي هي تشيز كيك حلقوم، اللي هي الطبقات بتجي منها الطبقة الأمامية اللي فوق دي كلها حلقوم، الطبقات اللي داخلية اللي هي كيك مع نكهة اللي تشيز كيك، كيكة طبعا حلوة صراحة جدا جدا. بعد الحلقوم هي اللي هي طوال معروفة تشيز كيك حلقوم. كيكة الماكرون اللي هي بتجي طبقات، الطبقة اللي هي أرضية كيك، والطبقة اللي داخل اللي هي تجي توت مع كريم، الطبقة اللي فوق برضو كيك مع توت، بتجي عليها كريمة من فوق اللي هي كيكة المربى، اللي هي كيكة الماكرون صراحة يعني مميزة برضو عندنا، من ضمن الكيكات اللي عليها طلب كتير يعني.